شو بعمل مي؟ النهاردة نلعب لعبة اسمها أكيناتون. يلا أول شخصية معتز طريق أنا هبقى أول شخصية. هشوف هو ممكن يعرفني ولا لأ. نعم هل شخصية ذكر؟ نعم. هل عمر الشخصية فوق 40؟ لا. هل شخصية مسلم الديانة؟ طبعا. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. هل شخصية من أصول مصرية؟ نعم. هل اسم الشخصية من أسماء الأنبياء؟ لا. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ نعم. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ هو يعني أنا بلعب ماينكرافت بس مش الأصلية بس تعتبر ماينكرافت. هل الشخصية شعر طويل؟ بصراحة أنا نص نص فأقول لا. هل الشخصية شقيق أو أنا عندي أخت بس؟ هل شخصية من عائلتك أو أقاربك؟ لا. هل شخصية طالب مدرسة؟ نعم. هل تشتهر الشخصية في لعبة أجاري؟ أنا هنزلها لكم قريب فنقول له لا. هل رأس الشخصية أصلع جزئين؟ طبعا لا. هل الشخصية طفل؟ أنا لا أنا مش طفل بس أنا عندي 10 سنوات عديت 10 سنوات فأقول له لا. هل الشخصية طفل؟ بصراحة أنا بلعب فيفا بس لا. هل العمامة أو التربوش من مميزات الشخصية؟ لا. هل لدى الشخصية أخ مزعج؟ لا. هل الشخصية تجيد لعبة ماينكرافت؟ نعم. هل الشخصية تعيش في مصر؟ أنا بعيش في اسكندرية. هل الشخصية علاقة بألعاب الفيديو؟ طبعا. هل الشخصية حليقة الرأس؟ مستحيل. هل الشخصية أصلع الرأس تماما؟ قلت لك لا. هل الشخصية مشهورة بسبب لعبة ماينكرافت؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل الشخصية أخت؟ هل الشخصية أخت شقيقة؟ طبعا. نعم أنا عارف اليوتيوبر ده. طب أتمنى تروحوا له وتشتركوا عنده. اسمه إيست تيوب. أتمنى تروحوا تشتركوا وتعملوا لايك على كل فيديو. أقولوا لا استمرار. نعم. هل قابلت الشخصية في بيتك مرة من المرات؟ ده هو أنا يا عم. نعم. هل الشخصية من أصول أفريقية؟ نعم. هل الشخصية من قارة أفريقيا؟ نعم. هل الشخصية أكبر منك؟ ده هو أنا يا عم. لا. هل الشخصية يوتيوبر صغير السن؟ أنا أقول له أيوة. نعم.
الكلام. هل ترضى الشخصية ترتدي الشخصية ملابس نسائية؟ يا عم بقى انت هتفضحني. انا لا ما بلبسش كده طبعا. لا هل الشخصية تعيش بمصر؟ نعم. هل تحترف الشخصية التمثيل؟ لا. لحظة ارجع، انا مثلت مع اصحابي في المدرسة فمش محترف قوي يعني، بس محترف. معرفش ازاي محدش يسألني. طب انا هسألكوا سؤال، اللي يعرف مصطفى جيم اوفر في التعليقات يكتب واحد، وكل مرة في فيديو هقول لكم سؤال. هل جيل الشخصية فوق 50 سنة؟ لا. هل الشخصية مطرب مميز؟ لا. هل كان الشخصية دور في فيلم؟ لا. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل تضع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ يا عم ده سيد. لا. هل تمتلك الشخصية حيوانا؟ نعم، اللي وريتهولكم في الفيديو اللي فات ده بتاع الهامستر الصغير ده. هل تشتهر الشخصية بالمقالب؟ لا. هل الشخصية تدخن؟ مستحيل. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ سألتني كم مرة السؤال ده؟ أقوله لا. هل الشخصية تملك قطة؟ أنا إن شاء الله هجيب قطة بس لسه، فأقوله لا. هل تحترف الشخصية التمثيل الكوميدي؟ لا. هل الشخصية مشهورة في مجال التقنية؟ لا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ سألتني كم مرة السؤال ده؟ هل الشخصية شعر طويل؟ لا. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ نعم. هل الشخصية على معرفة شخصيتك؟ ده هو أنا أقوله نعم. هل تعيش شخصية معك في نفس المنزل؟ ما هو أنا يا عم بقى. هل الشخصية من أفريقيا؟ نعم. هل الشخصية من قارة أفريقيا؟ نعم. هل الشخصية متوفاة؟ يا عم ده أنا أكون ميت وأنا بعملها لك إزاي؟ لا طبعا. هل الشخصية من أصول أفريقية؟ نعم. هل الشخصية قناة خاصة في موقع يوتيوب؟ نعم. مين بقى مين ده؟ خلاص يا شباب، ايه رأيكم نجرب؟ هقولكم شخصية، ايه رأيكم نجرب مصطفى جيم اوفر؟ هو نفس السؤال بتاع النهاردة، اللي يعرف دي مصطفى جيم اوفر يكتب 1 في التعليقات يكتب 1. هل شخصية ذكر؟ نعم. هل عمر الشخصية فوق 40؟ لا. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا طبعا. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. هل الشخصية مشهورة بسبب لعبة ماينكرافت؟ نعم.
شخصية من أصل عراقي؟ نعم أعرفه كده. هل الشخصية تعيش في تركيا؟ أنا لا أعلم. هل سافرت الشخصية خارج بلادها؟ نعم طبعا. هل الشخصية تربي حيوان أليف؟ نعم. القطة اللي عندي عارفينها؟ اللي عارفه برضو يكتب رقم واحد. هل الشخصية متفوقة في الدراسة؟ نعم كويس ان انا كنت عارف انه بيكتشف الدراسة. لو ما كنتش عارف كده كنت اقول له لا. هل الشخصية لها علاقة بالتصوير؟ نعم. هل ارتداء البلوزة الحمراء من مميزات الشخصية؟ نعم عارف. اوف عرفوش كده ازاي؟ عارف شو بقى ده؟ لحظة يا شباب هشيل فلتر الأطفال ده معاه. طبعا يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك ودي حلقتنا النهارده واعملوا اشتراك والسلام عليكم.